تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه جاله حاله انهيار عصبي وجنون بعد تعادل الزمالك امبارح مع فاركو، وبيتكلم وبيقول انا كنت طالع بشرب عصير عشان بحتفل بنادي الزمالك، مش بغيظ النادي الاهلي. وطبعا هو كذاب كذب بين، وهنبين كذبه واحده واحده. واتكلم في كلام كتير، واشمعنى النادي الاهلي واشمعنى نادي الزمالك، النادي الزمالك بيعمل، اشمعنى النادي الاهلي، النادي الاهلي حصل، النادي الاهلي اجلوا له، النادي الاهلي. وابتدى كل دقيقه يجيب في سيره النادي الاهلي، على الرغم ان سيده مرتضى قال ان احنا مش هنتناول النادي الاهلي باي اخبار ولا باي كلام الا لما يجيبوا سيرتنا، ومع ذلك نقض الوعود كما عهد، كما يعني عادته، او كما يعني هي طريقته، ان هو يقول مش هنتكلم على فلان وتاني يوم يجيب سيرته ويتكلم عليه بالباطل. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه قال ايه، وهنرجع نرد عليه واحده واحده، بس خليك معانا لاخر الفيديو وما تروحش في اي مكان. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه وغله وحرقانه من النادي الاهلي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. من كام يوم كده كان في ماتش الزمالك ونادي مصر المقاصة، وكان في نفس التوقيت الاهلي بيلعب المصري. في اليوم ده الزمالك كسب في الطايرة وفي السلة وفي الكورة، فكنت سعيد جدا على صفحتي ونزلت ان انا بشرب عصير وسعيد ومبسوط، فالناس خدت الموضوع كاني بتكلم على الاهلي والمصري، وانا ماليش علاقة بالاهلي والمصري، انا لا اشجع الاهلي ولا اشجع المصري، انا اشجع نادي الزمالك. ففرحتي بانتصارات الزمالك بتخليني سعيد ومبسوط واشرب عصير واشرب اللي انا عايزه، يعني سعيد ومبسوط. لكن كنت سعيد ومبسوط اكتر النهارده بعد تعادل الزمالك مع فاركو، وشفت انبساط الجمهور المنافس بتعادل نادي الزمالك، مبسوطين جدا، مع ان فرقتهم النهارده ما كانتش بتلعب، يعني مفيش فريق بيلعب في الدوري غيرنا، يعني مفيش حد خالص. منطق وبالعقل نتكلم فيها. من تقريبا كده قبل كورونا، كان يا مكان في يوم من الايام كان الزمالك بيلعب ماتشات مهمه في فبراير. الماتشات دي كان السوبر الافريقي، وكان بعده السوبر المصري في الامارات، وكان بعدها الزمالك هيلعب في دور الثمانيه زي ما الانديه المصريه دلوقتي اللي بتلعب باسم مصر كما يقال هتلعب في دور الثمانية. كان هيلعب مع نادي الترجي في دور الثمانية، وساعتها كان مجلس الإدارة في ذاك الوقت المستشار مرتضى منصور. نادي الزمالك كان لسه العلاقات مش في أحسن حال، يعني كان الطيران لا يذهب دايركت لقطر، وكانت مباراة السوبر الأفريقي في قطر. فسافر الزمالك من مصر للأردن ترانزيت ساعات، ثم سافر الى الدوحة، تم استقباله من الجمهور الزملكاوي هناك والجالية المصرية. استطاع الزمالك انه يعمل مباراة كبيرة جدا ويفوز على طبعا نادي الترجي بنتيجة تقيلة 3-1. ثم عاد من قطر على الاردن ساعات للترانزيت، ثم الى مصر، ثم من مصر سافر لابو ظبي ليتقابل مع النادي الاهلي في السوبر المصري. تخيلوا بقى، يعني النادي الاهلي وقبليها الترجي، وفي نفس الايام كان الزمالك قبليها بايام بيلعب مع النادي الاسماعيلي في الاسماعيليه، وكان قبليها بيلعب حرس الحدود في مصر. دي كانت ماتشات الزمالك قبل دور الثمانيه. طلبه المستشار وحصلت بقى انتوا عارفين في السوبر المصري خناقات وايقافات لبعض اللعيبه من هنا ومن هنا بعد فوز الزمالك بالسوبر المصري في الامارات. الزمالك طالب بتاجيل اللقاء نظرا لان الاتحاد الافريقي حدد ان بعد ماتش الزمالك والاهلي في الدوري المصري اللي كان يوم 24، الزمالك هيلعب يوم 28 مع الترجي في مصر،
والاهلي هيلعب مع صن داونز يوم 29. رفض نهائي، رفض نهائي الاستاذ عمرو الجنايني تاجيل اي لقاء، وقال لك لو اي لقاء تم تاجيله الدوري هيبوظ ولن يكتمل، الدوري هيبوظ ولن يكتمل. الزمالك اصر وقال دي مصلحه الانديه المصريه ومصلحه الاهلي، الاهلي قبل ما تكون مصلحتي، بل كمان انا هبقى عندي ماتش بعد 4 ايام وانا اللي متمشور، انا اللي رحت لعبت في قطر، وانا اللي مسافرت من الاردن على قطر على مصر على ابو ظبي، وانا اللي لعب كل الماتشات دي، فالمفروض ان انا ارتاح، انا ممثل لمصر. ولكن استاذ عمرو جنايني اللي كان محسوب في ذاك الوقت على الزمالك وكان يهاجم ان هو من طبعا مشجعي الدرجه الثالثه الزملكاويه، رفض رفضا تام، بل كمان في ذاك اليوم حصل فيضانات وسيول والملعب كان متغرق، ووصل النادي الاهلي متاخر والحكام وصلوا متاخر، والزمالك قال لك انا هلعب بناشئين، وابتدى الاوتوبيس يتاخر وابتدى يسجلوا ويشوفوا الزمالك نزل ولعبته دخلت معرفش الحمام وهي ماشيه في الطريق، كلام من هذا القبيل. والاستاذ عمرو جنايني اتصل بالحكام واجل المباراه ساعه، ثم اعلن انسحاب نادي الزمالك من هذه البطوله لرفض النادي او اتحاد الكره تماما تاجيل هذا اللقاء. وهوجم الزمالك وهوجم المستشار مرتضى منصور، وتم بقى التريقه على الزمالك وعلى اتوبيس الزمالك ووقف امتى، وبدات بعض القنوات تتكلم عن هذا الموضوع بصوره كبيره جدا جدا جدا. بعد السنتين الاهلي ما عندوش الزمالك، الاهلي عنده ايسترن كامباني، ايسترن كامباني في ماتش من المفترض ان احنا اجتمعنا في بدايه الموسم وقلنا نغير شكل الدوري، فالانديه كلها رفضت ووافقت على ان الماتشات تكون كل 3 ايام حتى في ماتشات افريقيا، حتى في ماتشات افريقيا. ولكن فوجئنا ان الزمالك اللي هو خرج من البطوله الافريقيه فمن الطبيعي ومنطقي ان هو ما يكونش مضغوط، لانه هيتضغط لو بيلعب في افريقيا. يعني الزمالك الماتش اللي جاي عنده الاتحاد السكندري اللي هيلعب لسه بعد بكره، وبعد كده يرتاح 5 ايام، وبعد كده الزمالك يلعب مع الاتحاد السكندري. في ذاك الوقت ايه الاستفاده من الزمالك يلعب 3 ماتشات في 7 ايام؟ ليه الضغط ده؟ في المقابل عندك فرق زي الاهلي وبيراميدز والمصري مش هيلعبوا خالص، بل كمان الزمالك وبيراميدز لاعبين ماتش زياده عن النادي الاهلي اللي متاجله اساسا ماتش الجونه. فالكل يتفق على ان دي مصلحه الانديه المصريه لانهم بيلعبوا باسم مصر. طب والزمالك يا جماعه اما طلب من سنتين مش كان بيلعب باسم مصر؟ صراحه عشان احنا في الوسط الرياضي بحب دايما اكون منصف، ولازم اعرف ليه ده حصل، ليه التاجيل. فاتكلمت بكل احترام والتقدير مع عضو رابطه الانديه المسؤوله عن نظام الدوري وعضو اتحاد الكره المصري الحاج عامر حسين، وهو رئيس لجنه المسابقات. كلمته النهارده قلت له مساء الخير يا حاج عامر، قال لي مساء الخير. قلت له انا خالد الغندور، قال لي ازيك خالد انت غيرت رقمك؟ قلت له لا انا يعني رقمي وبتاع، فقلت له سجله يا حاج عامر، عايز اسالك بعض الاسئله لان انا طبعا هطلع على قناه الزمالك فلازم افهم وافهم جمهور الزمالك ليه ده حصل. فقلت له حاج عامر هو ليه حضرتك اجلت ماتشات وحضرتك قلت في بدايه الموسم ان انت مش هتاجل؟ فقال لي يا خالد انا قلت ان انا مش هاجل الا لو الفرق وصلت لدور الثمانيه. فقلت له ده معناها ان الفرق اللي وصلت لدور الثمانيه هتاجل لها ماتشات، والفرق لو وصلت دور الاربعه هتاجل لها ماتشات، والفرق لو وصلت لدور النهائي هتاجل لها ماتشات. قال لي اه صح كده. قلت له ده معناها ان 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 ده معناها ان الدوري ممكن ما ينتهيش نهايه شهر 8. قال لي لا ليه، هينتهي نهايه شهر 8. طيب قلت له طب مش كان في اتفاق على ان مفيش ماتشات وان الانديه كلها رفضت النظام يتغير بتاع وتخليها نقلل 8 9 اسابيع لو في نظام جديد وكده؟ فقال لي اه بس الاتفاق كان بشرط لو فرق في وسط الدور الثمانيه هاجل له. ده كان كلام الحاج عامر حسين. قلت له طب ممكن سؤال تاني يا حاج عامر؟ قال لي اتفضل. قلت له يا حاج عامر طب والزمالك ليه بيلعب النهارده وكل الفرق هتبتدي الاسبوع ال 14 يوم الخميس؟
فقال لي الزمالك بيلعب النهارده لان كان الجدول محطوط اساسا من بدري، فما كناش عارفين الزمالك هيخرج، فكده كده الزمالك ده ميعاده في الماتشات. قلت له طب ما طالما اجلنا ماتشات للاهلي وبيراميدز وكده، والفرق اللي الزمالك هيلعبها هتلعب بعد بكره، طب ايه المانع ان الزمالك كان لعب الاربع الخميس الجمعه؟ ما هو وكده كده الزمالك هيقعد 7 8 ايام ما يلعبش، يعني ليه العب 3 ماتشات في 7 ايام واقعد 8 ايام واستنى الفرقه اللي هتلاعبني اللي هي الاتحاد السكندري تلعب بعد بكره اللي هو يوم الخميس، وبعد كده تستريح 4 5 ايام وبعد كده تيجي تلعبني انا؟ طب ليه الزنقه؟ طب ما العب بعد بكره. قال لا، عشان احنا كنا حددنا خلاص مش هنقعد ناجل بقى تاني. ده كلام الحاج عامر. قال لي ثم ان يا خالد الفرق اللي انا باجل لها اللي هي الاهلي وبيراميدز والمصري هيتضغطوا بعد كده كل 3 ايام بعد ما يخلصوا البطوله، هيلعبوا ماتشات كتيره ورا بعض، فهم كده كده هيتضغطوا. ده كلام الحاج عامر حسين عشان نكون امين واوصل اللي هو قاله بالظبط. طيب ده كلام الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اسباب لعب الزمالك الثلاث ماتشات في 7 ايام واسباب تاجيل لقاءات الفرق الاخرى على راسهم النادي الاهلي في المباراه القادمه. طيب في البدايه اتكلم على موضوع العصير وان نادي الزمالك كان فايز في السله وفي الطايره وفي القدم وفي الباسكت وفي الهاندبول وفي السباحه وفي البالي وفي كل حاجه، فهو بيحتفل راح منزل عصير. طيب انا عايز اقول لك يا استاذي يلي بتتابعني سواء اهلاوي او زملكاوي، خالد فطوطه نفس الصوره دي بينزلها مع اي خساره او تعادل للنادي الاهلي. لما النادي الاهلي خسر من سان داونز نزلها، لما النادي الاهلي خسر من في بدايه الدوري اتعادل في مباراه او تعثر في مباراه نزلها. مفيش مباراه للنادي الاهلي بيتعثر فيها سواء بتعادل او هزيمه الا لما خالد فطوطه بينزل الصوره اياها بتاعه العصير، وطبعا كان رد فعل جماهير النادي الاهلي والفوتوشوب اشتغل ونزلوا له وهو بيمصمص في ازاز الدواء وهو قاعد في الصيدليه زي الغلاف بتاع الفيديو اللي احنا عاملينه لحضراتكم. فبنقول لخالد فطوطه من اعمالكم سلط عليكم، هتعمل فيديو او صوره ان انت بتشرب عصير وبتغيظ في الاهلاويه؟ طب اهل الاهلاويه بيردوا عليك بنفس الصوره، وانت اللي جبت الهتره لنفسك وجبت المهترات لنفسك. نيجي بقى لمسلسل الكذب الثاني وتاجيل المباراه والزمالك وي وي وي، وكان في امطار وفي سيول وفي فيضانات فيضانات. تخيل يا مؤمن شويه مطره خالد فطوطه حولهم لفيضانات، وشويه العيال اللي دخلوا التواليت ومش عارف ايه، ولما كان ابو جبل بينزل ستوري ومش عارف مين بينزل ستوري بيقول القعده في البيت جميله والقعده في البيت حلوه، فاكرين المواقف دي؟ بس هو بيلعب على ذاكره السمك لدى البوابين اللي بيصدقوا زي ما هو بيقول سمعنا وقطعنا، فاكر ان الزملكاويه والاهلاويه هيقولوا سمعنا وقطعنا. في اهلاويه وزملكاويه بيردوا عليه، في طبعا اقليه من الزملكاويه بيردوا عليه بيقولوا لا ما حصلش. يوم ماتش الزمالك مرتضى منصور قال علي الطلاق ما هلعب ماتش السوبر، ولو راجل الجنايني يخليني العب غصب عني اقسم بالله ما هلعب. فاكرين المداخله بتاعه احمد موسى مع مرتضى منصور لما قال له نادي الزمالك فين؟ قال له فين ايه؟ ما اعرفش. قال له انت ما بتتابعش المباراه؟ قال له لا انا قاعد تحت البطانيه ومتدفي ومشغل البوتاجاز. فاكرين انتوا المكالمه الشهيره دي؟ وانا جبتها لكم، حتى جبتها لكم بشكل ساخر وكوميدي في تعليق على مرتضى منصور بيقول له ازاي يا عم ده انت رئيس النادي؟ قال له بص عماد متعب على الشيخ طه اسماعيل مش على الاشكال دي، لا اقسم بالله هصعد الموضوع للفيفا، اقسم بالله ما هلعب المباراه. طب ازاي انت بعت الاتوبيس وازاي بتقول مش هلعب المباراه؟ فشغل يعني شغل ايه؟ يعني شغل أو مش لاقي لفظ محترم في الصيام اقوله، مش لاقي لفظ محترم اقوله للناس وهي صايمه، يعني هقول ايه طيب؟ اقول ده شغل عيب ان انا اطلع الكلام ده؟ بس مرتضى منصور فاكرها عافيه، فاكرها يعني شغل الشبيحه وشغل العصابات. لا لا يا حبيبي، لا يا لا يا لا يا كتكوت، لا يا كتموتو،
كان في وقتها الجنايني قال لو مرتضى منصور ما لعبش المباراة هطبق عليه اللائحة، هطبق عليه اللائحة، هيبقى في انسحاب وماتش ونقط بتتخصم. وتم تطبيق اللائحة على مرتضى منصور. هقول لك بقى النادي الأهلي بيلعب وأنا ما بلعبش، أو النادي الأهلي ما بيلعبش وأنا اللي بلعب، أنت بتلعب مباراتك على أرضك، النادي الأهلي بيطلع ويرجع ويطلع ويرجع. النادي الأهلي لما بيتأجل له مباراة، النادي الأهلي ليه حاطط له مباراة بيراميدز في النص بعد المباراة بتاعة سان داونز، بعد ما مباراة سان داونز على طول أو قبل مباراة سان داونز تروح حاطط لي ماتش بيراميدز عشان النادي الأهلي طلع كل المخزون البدني وكل المخزون الفني يطلعه في مباراة بيراميدز عشان يروح على سان داونز يتغلب هناك، أو سان داونز ويتغلب هنا. ما انت طلعت كل الشحنة البدنية عندك والفنية في ماتش بيراميدز، كل يعني اللعيبة خلاص انهكت ورحت تلعب. هو ده قصد، ده مقصود، مقصود. فانت يا خالد يا فطوطة هتتكلم من النادي الاهلي ان النادي الاهلي مكمل في البطولة وانت طلعت من البطولة حصالة بدون ولا فوز. بس طول ما انت غلاوي، طول ما انت عندك نوع من انواع الحقد الدفين على النادي الاهلي، والله العظيم ما هتشوف خير، لا انت ولا ناديك ولا رئيس ناديك. بس انا مستغرب ان واحد يبقى عنده 53 سنه وبعقليه الاطفال دي، عنده عقليه اطفال، ما مش عايز يكبر خالص، وبيتكلم ويقول لك الاهلاويه مش يا ابني حبيبي، في فرق بين الجمهور والاعلاميين، انت راجل اعلامي، يعني كل خطوه وكل كلمه محسوبه عليك في الاكاونت بتاعك وفي القناه بتاعتك وفي اليوتيوب وخارج اليوتيوب وفي كل مكان. ما ينفعش انت تقارن نفسك بجمهور وترد على الجمهور والجمهور يرد عليك، انت مش عيل صغير. ممكن الجمهور ده يبقى عنده 18 19 سنة، فرق جاب كبير بينك ما بينه في السن وفي العقل وفي المنطق. يعني لازم تعقل وتخليك عندك نوع من أنواع الاحترام لنفسك قبل ما تكون عندك احترام للآخرين عشان الناس كلها تحترمك. بس أنت لا هتكون عندك احترام ولا حد هيحترمك، لأن أنت في النهاية تابع لمرتضى منصور. بغض النظر ان مرتضى بيقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه، انت جواك طفل صغير وطفل اهبل كمان، مش طفل عاقل. في اطفال بتبقى عاقله، لا ده طفل اهبل كده ومتهور وبيمشي ويخبط ويرزع مش متزن. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.